السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة يا جماعة هنتكلم عن سريرنا كهرباء، وهنبدأ بالسرير الأربع حركة وحركته زي ما شايفين كده. سرير هنا مدهون دهان الكتروستاتيك، مزود بلعلات طولية وعرضية لزيادة متانة السرير، مزود طبعا بالجوانب بتاعته الاي بي اس، ومزود بالشبابيك برضه الاي بي اس، ومزود باربع عجلات، كل عجله فيها فرمله، الفرمله في الاربع عجلات لتثبيت السرير اكتر. السرير لها التحكم عن طريق الريموت كنترول، الاربع حركات زي ما احنا شايفين كده.